قسيس دي علي، بعد اتفضل. إذنك أنا عاوز أسألك، أنت في البداية ذكرت عبارة وبعدني عم بفكر فيها. أنت اتفضل. قلت أنك أنت مسلم غير ملتزم ولكن متشدد، هل تقصد بالعبارة زي ما إحنا مثلا بنقول في مسيحي، مسيحي اسمي، وفي مسيحي مؤمن فعلا واختبر المسيح، هل تقصد بهذا الشيء؟ نعم نعم أنا كنت مسلم مش ملازم ولكن متشدد. يعني إيه متشدد؟ أنا من عيلة في مصر اسمها عيلة الأشراف، وعيلة الأشراف ديت تعتبر من نسل الرسول محمد، يعني إحنا أحفاد الرسول محمد، وبنفتخر وكنا نفتخر بذلك، إن إحنا الناس لما بتصلي بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالناس لما بتصلي بتصلي لأبناء محمد اللي هو إحنا. فتخيل بقى ملايين بتقول الآية دي ليل ونهار في كل مكان. فأنا كنت بعيش بإني واثق إني أخش الجنة، لأن جدي بقى هو الشافع في النهاية. فكنت غير ملتزم، لأن الأعمال اللي أنا اشتغلت فيها أعمال كلها يعني غير مشرفة بالنسبة للدين، إذا كان المسيحي أو الإسلامي. فأنا كنت متعصب إزاي؟ يعني مثلا أي حد يقول كلمة غلط على الإسلام أنا ممكن أهبده بحاجة، أو يعني ممكن أذيه، حاجات زي كده. زي المسيحية الاسمية يعني، ممكن أيوة زي المسيحية الإسلامية. ممكن يدافع، ممكن يعمل أي شيء، لأنه خلاص أصبحت زي قومية بالنسبة له. مظبوط مظبوط. فأنا كانت هذه الحياة هي اللي أنا كنت عايشها، لكن بقراءتي للكتاب المقدس أنا أصبحت إنسان تاني. الكتاب المقدس غير حياتي كلها، لأني أصبحت كل يوم مناظرات في أشياء مختلفة عن التثليث، عن إذا كان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ولا كل المناظرات اللي بتخص الروح القدس واللي بتخص الإسلاميات وكل الحاجات دي أنا كنت ماشي فيها بطريقة يعني كل يوم كل يوم. فأنا كنت قاعد بذاكر طول النهار علشان أحضر المناظرة، وأفتح كتب وترجم كتب وأعمل حاجات علشان المناظرة تطلع صح، لأني كنت ساعتها لسه مآمن بالمسيح وما كانش عندي خبرات في الكتاب المقدس.